نكمل بقى. طيب هل اما نعمل رياضه على معده فاضيه ده بيسرع من حرق الدهون ولا بيقلل من حرق الدهون؟ طيب الاول نفهم احنا ليه الناس بدات تطلع الترند بتاع ان انا اتمرن على معده فاضيه. ان هما بيعتمدوا ان الجسم كان صايم اللي هو الوقت بتاع النوم ده كله، وان مفيش اكل في الجسم، فمفيش مصدر الطاقه اللي هو الجلايكوجين في الجسم، حرقت خلاص كلها. فلما بيبدا يتمرن بيبدا يستخدم الدهون اللي في الجسم كطاقه علشان يتمرن، المتخزنه بالظبط، فبيحرق سعرات حراريه. طيب هل لو انا خلصت التمرين ده ورحت اكلت فطار في 500 كالوري، هل انا كده هخس اسرع؟ طبعا لا 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 طبعا لا. طيب انا دلوقتي ما اكلت او فطرت قبل ما اروح اتمرن، تمام، واكلت حاجه صغيره فيها 300 كالوري ورحت اتمرنت، تمام، هل كده انا هخس اسرع؟ طبعا لا. الفكره بقى كلها مش في وقت التمرين ده بالظبط، الفكره هل انا بقى اكلت طول اليوم اقل من السعرات اللي انا بحرقها ولا لا؟ هو ده اللي هيخسس. يعني فكره ربط الرياضه بمعده فاضيه او لا خرافه، خرافه ملهاش اساس من الصحه. هحرق شويه سعرات زياده بس لو رحت اكلتهم هتبقى هي باظت. فهي دي بتعتمد بقى على من شخص للتاني، هل انا ببقى مرتاح اكتر وبعرف اتمرن وادي طاقه كفايه وانا بتمرن على معده فاضيه ولا لا؟ دي من شخص للتاني. يعني انا كدينا انا بحب اتمرن من غير اكل الصبح، بحس ان انا مش بعرف اتمرن خفيفه، بحس ان انا اخف شويه، بس عندي حد تاني لو اتمرن من غير ما ياكل بيدوخ ومش بيعرف يدي في التمرين الكفاءه اللي هتخليه يحرق اكتر. طب ما انا ممكن امسك العصايه من النص واكل حاجه خفيفه بالظبط، موزايه بالظبط، توست جبنه، ثلاث تمرات. تدور الاجهزه. هو الفكره اصلا ان قبل التمرين المفروض اكل حاجه تديني طاقه. يعني مثلا هاخد قهوه وموزايه، قهوة وتمر، حاجة تديني طاقة وتكون خفيفة تتهضم بسرعة علشان أدخل التمرين أعرف أطلع الطاقة اللي أنا محتاجاها في التمرين. طبعا كل ده على حسب برضو، ودايما بنأكد أنه هو من جسم الجسم، من جسم الجسم. في ناس القهوة بتزود لهم ضربات القلب بالزبط. فلو خدوها وتمرنوا بتبقى غلط، فلازم بالزبط. قبل أي حاجة عشان تعرفي تعملي رياضة وتستمري عليها وكون صح، تبقي عارفة جسمك إيه وتبقي عارفة إيه المناسب ليكي، وما تجيش على نفسك تجربي حاجات مش مناسبة ليكي. أهم حاجة تبقي كومفورتبل ومرتاحة وانتي بتعملي الرياضة بتاعتك. شق ريقك زي ما بيقولوا كده، شق الريق واعملي تمارين زي ما انت عايز. شق ريقك بالظبط كده. بالزبط. دينا، هل ممارسة الرياضة في البيت بنفس بتجيب ان كفاءة التمارين في الجيم ولا في اختلاف؟ لو انا بقارن ما بين ان انا ما اتمرنش خالص ولا اتمرن في البيت، فالتمرين في البيت طبعا احسن، مفيد طبعا. لكن صح. لو انا ما لا يدرك كله لا يترك كله بالظبط. لكن لو انا بقارن ما بين ان انا اتمرن في البيت ولا اروح اتمرن في الجيم، فالجيم احسن، لان الجيم في اكويبمنت او في اجهزه وفي حاجات او اوزان ممكن استعملها، بلس ان بيبقى معايا كوتش بيساعدني يقول لي اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. كلام جميل قوي يا دينا، ميوزك تو ماي ايرز. جميل، كلام عاقل جدا. في سؤال تاني صغير. لا استنى بقى، انت سالت خرافه، انا دوري بقى، اديني فرصتي. دي خرافه حلوه عشان انت خرافه وانا خرافه. طب يلا اديها خرافه. دلوقتي برضو في ناس فاكره انها لما تعرق اكتر بتخس اكتر، فبلاقي الناس رايحه ساعات الجيم لابسه شورتات حراريه، لابسه كيس بلاستيك تحت الهدوم عشان تعرق اكتر خس اكتر. حقيقه ولا خرافه؟ خرافه. معقوله؟ لان انا دلوقتي ممكن ادخل الساونا مش بعرق كتير جدا في الساونا، واول ما بطلع بعمل ايه؟ بشرب ميه. صح. رجعت تاني السوائل اللي انا فقدته. في ناس اصلا طبيعه جسمها ان هي بتعرق اكتر من ناس تانيه، فده معناه ان هما بيحرقوا اكتر؟ لا، هي الفكرة كلها يعني إيه إن أنا بعرق؟ معناها إن أنا جسمي حرارته بتعلى، وجسمي بيبدأ يطلع يظبط حرارة جسمي ديت بإن أنا بعرق، إن أنا بفقد السعرات. ملهاش علاقة يعني.